اليوم أنا متواجد في أكبر وأفخم صالة عرض للأثاث في المنطقة الشرقية، الفرج فورنيتشر ستور، الفرج للأثاث. خلينا ناخذكم الآن في جولة ونتعرف على الأثاث الموجود في هذا المكان الفخم والراقي. طبعا زي ما قلت لكم المكان ما اقدر اصوره كله، المكان مره ضخم، مكون من 5 طوابق. على عجاله اخذنا هذه اللفه. الاثاث الموجود عندهم كله اثاث مودرن، اثاث عصري. الماركات الموجوده عندهم هي ماركات امريكيه، ماركه اشلي، عندهم ماركات اخرى بالاضافه للماركات والصناعات التركيه المعروفه الفخمه. استاذ عمر مدير المعرض يعطيك العافيه، تعطيني فكره عن المعرض؟ ده شركة فرج الأساس، عندنا 4 منتجات، عندنا منتج أشلي، عندي ماركة تانية تركية، عندي ماركة تالتة اسمها كينوي، ده شركة أمريكية بتجمع في الصين، وعندي ماركة اسمها بي إم. أغلبية المنتجات برضو ماركة أشلي، شركة أشلي دي منتج أمريكي بتجمع في فيتنام. عندي ماركة برضو تركية زي كده بتجيلك صفتين واتنين ثلاثي، كنبة ثلاثية واتنين كرسي. عندك الكنبة الثلاثية ده ممكن تقلبها نظام سرير، بيتفتح نظام سرير كده لو بدك تقلبه سرير او كنبه. يا سلام، في نفس الشكل ما شاء الله تبارك الله. كنبه نفس الشيء وكرسي ده منتج تركي على ضمان وصيانه 5 سنين. وعندنا برضو لفتتني عبارة أثاث بيتك في إيدك، وبصراحة أنا لمست هذا الشيء لما أخذت الجولة. أثاث المنزل كله تلقاه تحت سقف هذا المكان الجميل والفخم. قبل شوية تعرفنا على منتج تركي، خلينا الآن نتعرف على منتج أمريكي. حضرتك دي 8 كرسي، صفر 8 كرسي، تكون من 9 قطع، طاولة وسط و8 كرسي. ده ماركة أشلي، ده شركة أمريكية بتجمع في فيتنام. ده كلها بالكامل خشب طبيعي، كله خشب طبيعي هذا، كامل بخشب طبيعي. ده برضه مدعم بكل هنا ب6 أدراج داخليه، كل درج برضه مبطن في الداخل. ده على ضمان وصيانه 5 سنين على شركه الفرج. وهذا الدور الرابع من المعرض. طبعا هذا الدور مختص في الصناعات الوطنيه، الابواب الخشبيه بالاضافه الى تفصيل غرف النوم، وهذا قسم كامل في تفصيل المطابخ. عندهم تفصيل مطابخ ما شاء الله تبارك الله، الموديلات اللي معروضة رائعة جدا. يعطيك العافية. ودي تعطيني فكرة عن المطابخ الموجودة. المطابخ طبعا نحن مختصين بالأخشاب، الأخشاب الطبيعية ما فيها الـMDA. بالنسبة للديزاينات طبعا مفتوحة، نقدر نتحكم بالتصميم في الألوان، ألوان الأسطح، المسكات، الأدراج المستخدم فيها الشفط البطيء اللي يسمى الهيدروليك، شركة بلوم. طبعا نحن نتعامل مع شركة بلوم بالنسبة للسكك، الأدراج، المفصلات. تصاميم عصرية رائعة جدا، والحلو أن الضمان الموجود عليها 10 سنوات ضمانهم، يعني أي شيء يصير هم المسؤولين. وهذا تفصيل غرف النوم، ما نقدر نصور كل شيء، خلينا نختم الموقع حقهم طريق الخليج باتجاه الدمام، الموقع حقهم في سيهات. بعد السنابة هذه راح احط لكم ارقام التواصل حقهم، بس قبل خليني اقول لكم مفاجأة رهيبة جدا، عندهم خصم من 20% الى 70% على جميع المنتجات، هذا الخصم الى نهاية العام.